بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الفصل 12 من قصة طموح جارية. لكن في الأول خلينا نفكركم باللي حصل في الفصل اللي فات. طبعا الفصل اللي فات احنا عرفنا إن الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ قائد الجيش خاف إن يكون تأخر الإذن له بالهجوم ده نتيجة وفاة السلطان، ففكر ان هو يرجع بالجيش بتاعه ويتقهقر الى اشموم طناح ويترك دمياط عشان يروح يشارك في عملية اختيار السلطان الجديد ويعرف منه التعليمات الجديدة. لكن كانت نتيجة كده ان هو اتقدم للمحاكمة لما عرف السلطان نجم الدين باللي عمله، وحكم عليه هو وكل الامراء اللي كانوا مشاركين ليه بالاعدام نتيجة خيانتهم وفرارهم من ميدان القتال. وطبعا دخلت الحملة الصليبية دمياط بدون أي تعب. تعالوا مع بعض نشوف أحداث الفصل ده. طبعا الفرنج لما دخلوا دمياط بكل سهولة ظنوا إن التوفيق كان حليف ليهم وإن هم يحققوا الحلم بتاعهم اللي بيطمعوا فيه في ثروة مصر والشرق بشكل أبسط مما كانوا يتخيلوا. كمان اختلفوا هل يا ترى المعركة اللي بعد كده اللي هم مستنيينها هتكون معركة رهيبة كبيرة، ولا المصريين هيفروا من قدامهم مذعورين زي ما حصل في دخول دمياط، وكانوا بيرقصوا بيتمنوا أمنيات وكانوا بيقولوا لنفسهم إن بيت المقدس دنا منهم وهتتحقق أملهم. نجم الدين اتحرك وراح للمنصورة وأمر إن يتم إصلاح السور بتاعها اللي بيطل على البحر، ويتحط قدامه السواتر وتنصب عليه المجانيق. وكان الاستعداد لملاقاة الفرنج قائم بشكل كبير جدا، وابتدت عملية تجديد الأبنية عشان السكن، ونصبت الأسواق، وجت الشواني اللي هي سفن البضائع وهي محملة بالرجال والعدد والأقوات، وجم المتطوعين اللي بيبتغوا الجهاد في سبيل الله من كل أنحاء البلاد. المرض اشتد على السلطان نجم الدين، فكانت شجرة الدر بتحدث نفسها بأن الوطن أهم من أي شخص، أهم من نجم الدين وأهم منها ذات نفسها، وده وقتها عشان تنقذ البلاد وترد الفرنج خائبين إلى بلادهم، وده يتطلب منها الصبر والاحتمال. نجم الدين قال لزوجته شجرة الدر: ما تحزنيش يا شجرة الدر، وقومي برسالتك واحمي مصر قلعة الشرق من أطماع الطامعين. فطلبت شجرة الدر من نجم الدين ان هو يعفو عن الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ، وده لكذا سبب: اولا ان هو من الاشخاص المخلصين لنجم الدين، تاني حاجة ان فراره من دمياط ما كانش بقصد الخيانة لكنه سوء تصرف، تالت حاجة ان اعدامه في الوقت ده هيخلي فيه حساسية كبيرة عشان منزلته ومكانته. شجرة الدر شافت ان النهاية بتاعت نجم الدين قريبة جدا، فاسرعت باصدار اوامر ان محدش يدخل عليه الا كبير الاطباء، وابتدت تشيع في القصر ان صحة السلطان بتتحسن يوم بعد يوم. بالفعل توفي السلطان نجم الدين سنة 647 هجرية 1249 ميلادية، وترك الامر كله لشجرة الدر، فقامت بعدة امور: اولا اخفت خبر وفاة نجم الدين وأشاعت أن صحته بتتحسن يوم بعد يوم، تاني حاجة صرفت شؤون الدولة كأن السلطان حي بعد ما قامت بتقليد توقيعه، تالت حاجة عينت الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ قائد للجيش مرة تانية بعد ما صدر الحكم بالعفو عنه، رابع حاجة تم تعيين توران شاه ابن نجم الدين ملك شرعي للبلاد وأرسلت من يبلغه بذلك، خامس حاجة تم إعداد البلاد للمعركة وإخفاء نبأ وفاة نجم الدين عشان ما تضعفش عزيمة الجنود وتتفرق الجماعة. بعد كده أمرت شجرة الدر إن السلطان نجم الدين يغسل بإيد الطبيب بتاعه وحده، ويعطر ويكفن ويوضع في صندوق خشبي ويلف بشكل محكم، ويرسل فيه حراقة حربية إلى قلعة الروضة، ومحدش يعرف إيه اللي في التابوت الخشبي ده لغاية ما تنتهي المعركة. لكن للأسف اتسرب خبر موت السلطان بعد أيام طويلة، اللي بيتطلعوا للسلطة يدسوا اللي يتعرف على الحقيقة من الجواسيس، والفرنج ابتدوا يتشمموا الأخبار لغاية ما تسرب الخبر، وده كان ليه أثر كبير جدا على الفرنج، فرحوا جدا و
دوى صوت قائدهم بإعلان التحرك للمنصورة والاتجاه مباشرة إلى قصر السلطان والهجوم عليه أملا في النصر. نيجي للتدريبات. السؤال الأول: ما أثر دخول دمياط على الفرنج؟ السؤال الثاني: ما الأمور التي قامت بها شجرة الدر ليبدو الأمر كما كان عليه في حياة السلطان؟ تعالوا نشوف إجاباتنا. طبعا لويس واللي معاه شعروا بالتوفيق وإن حالفهم الحظ وإن هم يحققوا الحلم الفرنجي الطامع بتاعهم بكل بساطة، وإن هم على بعد خطوات من احتلال مصر. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فالأمور اللي عملتها شجرة الدر عشان تبان الحياة وكأنها كما كان السلطان موجود: أولا، أمرت إن مائدة الطعام بتاعة السلطان تمد كما كان السلطان موجود وبيحب، والطبيب يدخل ويخرج عليه كل يوم كما كان، والأوراق الرسمية تخرج بخطه وبتوقيعه لأنها جهزت حد يقلد توقيع السلطان، وبكده محدش يشك أبدا إن السلطان توفي. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الفصل وحل تدريبات عليه. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.